موضوع ممكن نتكلم فيه برضو مع الكابتن شريف علشان يشوف وجهة نظره ايه. طيب تعال نرجع لزميل العزيز شريف شعبان. شريف اهلا بيك مرة تانية. اهلا بيك يا تلميذي، وتحياتي ليك ولكل مشاهديك، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب وبخير، وكل الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله. عيد الاضحى خلاص يوم الاحد باذن الله، كل سنه وانتم طيبين جميعا. طمنا بقى على المران كالعاده، وقول لنا على كل ما حدث في هذا المران. اعتقد انه لسه شغال دلوقتي. لا، التمرين انتهى منذ قليل. خليني اقول لك، في بدايات التمرين يمكن من الساعه الخامسه كان في تاهيل لمحمد محمود في ارض الملعب، هو وسعد سمير. على الساعه 5:30 كان طبعا موجود الكابتن الكبير محبوب الاهلاويه ومعشوق الاهلاويه طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، كان حريص يكون موجود ويدخل في اجتماع مع لاعبي الفريق والجهاز في غرف الملابس الجديده، ويمكن حوالي 20 دقيقه او ثلث يعني او ربع ساعه يكون في اجتماع مع اللاعبين. بعد هذا الاجتماع كان في جلسه خاصه في ارض الملعب ما بين الكابتن خطيب مدير الكره، الكابتن سيد، وكباتن الفريق الكابتن حسام عاشور والكابتن شريف اكرامي. كان جلسه حوالي برضه 20 25 دقيقه، كانت طويله جدا. واثناء خروج الكابتن خطيب قابل طبعا كريم نبت اسماعيل على اصابته، وبعد كده توجه الكابتن خطيب طبعا الى مجلس الاداره. خليني اقول لك ان مسيره النهارده عقد جلسه مع الدكتور خالد محمود عشان اطمئن على كل مصابي فريق النادي الاهلي. زي ما قلت لك التاهيل كان مستمر او كان بدري جدا لمحمد محمود وسعد سمير، وعلمته ايضا ان كان في برضه تاهيل لشريف اكرامي وكريم نزبت. الشناوي النهارده ما شاركش في التمرين، عنده جهاز شويه كان شارك في التمرين خفيف لوحده النهارده. مؤمن زكريا ايضا برضه شارك في جزء من التمرين واكتفى بتدريبات الجيم. على الجانب الاخر عنده ايش الشناوي يا شريف؟ اجهاد عام. جهاد عام، وهم تمرين فجاتي خفيف وجيم حاجات جيم، وباذن الله بكره يكون موجود في التمرين. تمام. طبعا الحراس الكابتن علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد طارق، تمرين قويه جدا مع الكابتن طارق سليمان. زي ما قلت لك النهارده يمكن جلسات كثيره لاسارتي بيمتاز فيها الفتره الاخيره، او لاسارتي من اول لما جه النادي الاهلي بيحب ياخد جلسات كثيره مع لاعبي النادي الاهلي. النهارده كان ايضا كان عنده جلسه مع اللاعب حسام عاشور. بعد كده هو كان قبل بدايه التمرين كان في حوالي اجتماع مع اللاعبين حوالي 10 دقائق اتكلم فيها عن مباراه اطلع بره بطل جنوب السودان، وطلبهم بالفوز بعد مشاهده اكثر من مباراه في بطل جنوب السودان. يمكن فريق مش قوي، ولكن منظم في الملعب، فلازم قال لهم لازم نحترم الفريق، لازم نبين شخصيه البطل النادي الاهلي. طالما احنا عاوزين نفوز البطوله لازم نبين من اول مباراه ان احنا عندنا اصرار على الفوز بالبطوله، وطلب اللاعبين الفوز طبعا عشان يساعدوا مباراه العوده. فاللاعبين كلهم كانوا متقبلين الكلام ومتحفزين طبعا للمباراه اطلع بره يوم الاحد القادم باذن الله. خليني اقول لك النهارده يمكن الراجل بعد عمل تدريبات بدنيه لمجموعه من دخول اللاعبين، وبعد كده هو اخذ مجموعه من اللاعبين اشتغل فيهم كابتن خط دفاع ووسط الملعب، قعد فيهم طول التمرين يشتغل عليهم تكتيك، وباقي الفريق كانت عندهم تقسيمه في ارض الملعب. وبعد كده اختتم المران بتمرينات وختم التمرينات، وبكره باذن الله يكون التمرين في مساء اطار المباراه بتاعت بره يوم الاحد الموقف باذن الله. نتمنى يكون الفوز من حديث الاستعداد يا رب ان شاء الله. وفي معسكر يوم السبت، انا لسه كنت بتكلم مع الساده المشاهدين على معسكر يوم السبت استعدادا لهذه المباراه. طبعا انت لعيب كبير وعارف لعيبه النادي الاهلي ولعيبه مصر كلها الاعياد ده والاجازات ما بيستمتعوش بيها للاسف، بيبقى عندهم مباريات فبتسلم اسركم. ولكن طبعا يوم السبت هيكون في معسكر، يوم الوقفه هيكون في معسكر والسفر اللي بقى المباراه اول ايام العيد هيكون مباراه اطلع بره. فلسه ما نعرفش بقى المسافه هي اجازه ثاني يوم العيد ولا هيكون في تدريب عشان مباراه الكاس يعني او اسر لعيبه بالاخص كمان. اكيد. هل في غيابات مؤكده شريف عن هذه المباراه؟ انا مش طبعا مش باين لحد دلوقتي، لكن انا شفته النهارده في خط الدفاع في التمرين التكتيكي بتاعت الراجل وسط الملعب. يمكن لا القوام موجود زي ما هو، يمكن بدا يدخل مثلا ديانج في وسط الملعب شويه، بدا يدخل قفشه، بدا يدخل حكومه متولي، ولكن الشغل هيبقى مباراتين. ولكن لا انا اشوف ان كنت فيها موريد سليمان النهارده ما شاركش، كان في الجيم، ولكن بكره بالتحديد هتلاقي كله في التمرين بصفه عامه، وهتلاقي كله جاهز مباراه تطلع بره يوم الاحد. انا شايف ان قفشه مندمج واللعيبه الجديده كلها اندمجوا مع الفريق خلاص، يعني احنا بنعرض ماتيريال على للساده المشاهدين، شايف قفشه مندمج جدا خلاص مع الفريق، متولي، الناس كلها مندمجه مع الفريق خلاص، بقوا حاجه واحده الحمد لله. اللي هم جايين بصراحه الحلف بتاع قفشه وبتاع محمود متولي مقارب جدا للاعب النادي الاهلي. هو دينج اللي كان محتاج تعمل له برنامج وتعمل له برنامج كامل عشان يخش المراكز الجماعيه، لكن قفشه ومتولي جاهزين او مستوى متقارب جدا من لاعب النادي الاهلي، فعشان كده دخلوا التمرين على طول.
انا بشكرك شكرا جزيلا شريف متألق كالعاده، وغطيت المران كالعاده. شكرا جدا زميلي العزيز شريف شعبان، نحاول نطمنكم على كل اخبار المران اللي